حلقة أخبار النهاردة عن إيفي وإيفي وإيفي نوني. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بوكيمون سنتر على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، وزي ما انتم شفتوا حلقه النهارده كلها اخبار تخص ايفي. من حوالي سنه تقريبا وشركه بوكيمون بدات تتبنى كده انه يوم 21 نوفمبر اصبح دلوقتي اليوم الخاص ببوكيمون ايفي المحبوب من كل الناس طبعا. والسنه دي احتفالا باليوم المميز ده، فشركه بوكيمون قررت انها هتدلنا كذا ايفنت او كذا حدث مهم على ثلاث العاب: بوكيمون سليب، بوكيمون ماسترز اكس، وبوكيمون سكارلت وفايلت. اتمنى انتوا تكونوا بتلعبوا اي منهم عشان الاخبار دي طبعا تهمكم النهارده. والنهارده احنا جايين نغطي ونتكلم عن الاحداث دي كلها طبعا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو دي اول مره ليكم معانا في القناه فبرحب بيكم جدا، واتمنى ان انتوا تقضوا معايا وقت كويس. ولو ده حصل طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه محتوانا، وساعدونا نوصل لهدف 2000 مشترك قبل عيد ميلاد القناه تاني في فبراير اللي جاي ان شاء الله. ويلا بينا نبدا وصله اخبارنا النهارده. اول خبر معانا النهارده هيكون خاص لعبة بوكيمون سليب، وزي ما انتم شايفين على الشاشة قدامكم ابتداء من يوم 20 نوفمبر ان شاء الله هيبدأ اسبوع كامل في لعبة بوكيمون سليب بيحتفل بالبوكيمون الجميل ايفي. ابرز خصائص بالنسبة للإيفنت ده انه البوكيمونات بتاعتنا هيبقى عندها فرصة 50% زيادة انها تشغل المين سكيل بتاعتها، والناس اللي بتلعب بوكيمون سليب طبعا هيفهموا قصدي. بس كل مرة بتدوس على البوكيمون بتاعك بعد ما بتفتح اللعبة هيبقى عنده 50% فرصة زيادة انه يشغل المين سكيل، سواء من تجميع ايتمات او من اعطاء السنورلاكس بتاعك زيادة في الاكس بي بتاعه، فدي حاجة كويسة جدا. تاني حاجة طبعا هيبقى في سليب ستايلز مختلفة او انماط من النوم مختلفة جديدة هتظهر لنا في اللعبة. وطبعا اهم حاجة انه البوكيمون ايفي هيبقى عنده فرصة عالية جدا هو وتطوراته كمان في ان هو يظهر في اللعبة ونقدر ان احنا نضيفه لفرقتنا وللبوكسز بتاعتنا. اخر حاجة ممكن نتكلم عنها بخصوص الايفنت ده انه هيتم اضافة 3 صناديق مميزة في لعبة بوكيمون سليب، تقدروا تشتروها طبعا بالدايموندز بتاعتكم. اول واحدة على الشمال خالص ب 250 دايموند هتدي واحدة جريت بسكت، واحدة بوكي بسكت، و10 ايفي كاندي. وتاني بوكس معانا هيبقى 1200 دايموند بيدي 18 بوكي بسكت، 2 فريند انسنس، 40 ايفي كاندي، و2 ايفي انسنس. واخر صندوق على اليمين خالص طبعا ب 3000 دايموند هيدي 15 جريت بسكت، 5 فريند انسنس، و100 ايفي كاندي، و5 ايفي انسنس. انا شايف طبعا اللي معايا يقدر يشتري اللي هو ب 3000 دايموند، ده هيبقى احسن صندوق ممكن تشتروه خلال الايفنت ده. طبعا ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لو انتوا امسكتوا بالفعل بايفي في اللعبه ولا لا. انا مثلا عرفت الاقي واحده من الايفي دول وطورتها كمان لاسبيون، بس اتمنى ان انا الاقي طبعا بقيه كل الايفولوشنز من خلال الايفنت اللي جاي ده. فما تنسوش تقولوا لنا رايكم طبعا في التعليقات. تاني لعبه هتبقى بتحتفل باسبوع ايفي هتبقى لعبه بوكيمون ماسترز اي اكس، اخيرا اتكلم عنها. من يوم 16 نوفمبر لحد يوم 6 ديسمبر ان شاء الله عندكم فرصه تحصلوا على إيلين ومعاها ايفي. ابتداء برده من يوم 16 هيبقى عندنا ايف البوكي كيد اللي هي كانت في لعبه سويت ان شيلد، وممتد لحد يوم 3 ديسمبر. وابتداء من 9 نوفمبر اللي بدا بالفعل خلاص لحد 29 نوفمبر عندكم فرصه انكم تحصلوا على باني وسيلفيون. ولسه كل بقيه السينك بيرز اللي قدامكم دي هيتم اضافتها للعبه بوكيمون ماسترز اي اكس، فبرده ما تفوتوش الفرصه خالص. تالت لعبه معانا هتبقى بتحتفل باسبوع ايفي هتبقى طبعا العاب بوكيمون سكارلت وفايلت، ومش عندها بس حدث واحد بل في حدثين. الحدث الاول انه هيبقى في ماس اوت بريك هيحصل في فالديا ويكي تاكامي بيركز على ايفي جدا. طبعا احنا كنا حصلنا قبل كده على الماس اوت بريك ايفنتس دي لما جات لنا كليفاري وجات لنا وقت الهالوين حاجات زي فانتوم وميميكيو وغريفارد وغيره من البوكيمونات. كل بوكيمون من دول كان بيبقى له زي مارك او علامه مميزه فرصه 5% انكم تحصلوا عليها. والايفنت بتاع ايفي طبعا هيبقى فيه نفس الحاجه، بس الموضوع هيبقى فيه تفاصيل معينه شويه. اولا الايفنت هيبدا طبعا من بعد منتصف الليل جي ام تي، يعني بعد كام ساعه من وقت ظهور الفيديو ده عندكم. من يوم 17 نوفمبر لحد يوم 20 نوفمبر هتلاقوا الماس اوت بريك ايفنت اشتغل عندكم في اللعبه. طبعا ما تنسوش ان انتوا لو ما دخلتوش على الانترنت بعد يوم 20 نوفمبر وحبيتوا تحتفظوا بالايفنت في اللعبه، ده ممكن حاجه تعملوها. انا عن نفسي هحاول اعمل ده، اخلي الايفنت اطول مده ممكنه في اللعبه. تاني حاجه هيبقى في توزيعه معينه للماركس، عندنا فرصه ان احنا نحصل على 8 ماركس او علامات مختلفه على الايفي بتوعنا. في بالديا هيبقى عندنا فرصه ان احنا نلاقي الجيتري انتنس انتلكتشوال
الكاجوال او الفلاسترد مارك، وبالنسبه لكيتاكامي هيبقى عندنا الراودي اكسايتد كالمنس او الانشور مارك. فالحقيقه ده ايفنت حلو جدا، يا ريت تقولوا لنا طبعا لو انتم ناويين تعملوا الشايني هانتنج بتاعكم في اللعبه، وايه اكتر مارك او علامه بالنسبه لكم مهمه انكم تحتفظوا بيها على الاي في بتاعكم. واخر ايفنت طبعا هنتكلم عنه بالنسبه لاسبوع اي في هيبقى الاي في تيرا ريد باتل 7 نجوم. اي في جاي دلوقتي في السبع نجوم يا جماعه، وهتبقى طبعا خصم يعني هتتفاجئوا ان هو هيبقى صعب جدا. وطبعا بما ان احنا عندنا السبن ستار تيرا ريد باتل اي في هوريكم شويه معلومات مهمه خاصه باي في. اول حاجه زي ما اتفقنا انه هيبقى التيرا تايب بتاعها النورمال، طبعا هيبقى ليفل 100، والاتش بي بتاع اي في هيتضرب فيه 50. احنا كان جالنا زمان قبل كده 7 ستار تيرا ريد باتل بيكاتشو والاتش بي بتاعه ما كانش مضروب فيه 30 ولكن كان 50 ضعف، وده معناه ان ايفي هيبقى عليها 12550 اتش بي. بالنسبه للاتاك والسبيشال اتاك مفيش اي حاجه تخض، طبعا ايفي بوكيمون مش متطور، فعليها 146 اتاك و126 نقطه في السبيشال اتاك، وحتى الابيليتي بتاعتها انتسيبيشن مش حاجه المفروض نقلق منها قوي. بالنسبه للهجمات المتوقعه فاحنا هنشوف حاجه زي لاست ريزورت، هايبر فويس، شادو بول، ستورت باور، هي دي اقوى الهجمات اللي على ايفي. وطبعا لاست ريزورت ما تنسوش ان احنا مش هنشوفها في بدايه المباراه، ايفي لازم تستخدم كل الهجمات التانية بتاعتها. وخلوا بالكم لاست ريزورت هي هجمة قوية جدا، قوتها 140 نقطة، بس طبعا زي ما قلتلكوا الشرط الاساسي انه ايفي تبقى استخدمت كل الهجمات بتاعتها الاول قبل ما تقدر تنفذ لاست ريزورت. بالنسبة لهايبر فويس وشادو بول وستورد باور، طبعا ستورد باور بتتضاعف قوتها كل مرة ايفي كان عليها اي من ستات بوستس او زيادة في قوة الستاتس بتاعتها، وطبعا ده تقدروا تشوفوه من خلال الهجمات التانية المحتملة اللي احنا مستنيينها. حاجة زي كال ماين طبعا بتزود من السبيشال اتاك سبيشال ديفنس بتاع البوكيمون ده بدرجه كل مره بتشتغل، وبقيه الهجمات هتبقى حاجات بتضايقنا احنا. يعني مثلا يون لو ايفي استخدمتها في دور، الدور اللي بعديه البوكيمون اللي اتنفذت عليه يون لازم هينام لمده دور او دورين او ثلاث ادوار، فدي هتبقى حاجه بايخه شويه. برضو فيك تيرز المفروض انها هجمه بتقلل من سبيشال ديفنس بتاعنا بدرجتين، تيكل نفس الكلام بتقلل من الاتاك والديفنس بتاعنا بدرجه، تشارم بتقلل من الاتاك بتاع البوكيمون بدرجتين، ووش طبعا بقى اخر هجمه دي هترجع او هتسترد الاتش بي بتاع ايفي كل مره بتستخدمها الهجمه دي. فطبعا يعني زي ما انتم شايفين المشكله هتبقى اكتر في الهجمات اللي هي السيت اب موفز او الثانويه دي اكتر من الهجمات اللي بتعمل دامج علينا. يعني ايفي لو ما لحقناش نهزمها في الوقت المحدد ممكن يكون اكتر بسبب الهجمات دي مش بسبب الهجمات اللي وريتها لكم في الاول. بس بناء على كل الكلام ده طبعا انا بروفيسور بيبعم حبيت اجيب لكم احسن 3 بوكيمونات تقدروا تستخدموها ضد ايفي، وهقدم لكم اول بوكيمون معانا هيكون كورفينايت طبعا بالشلبل، وهنديله التيرا تايب الفايتنج، هنديله الهجمات بتاعت بودي بريس، سليب توك، ايرن ديفنس، وروست. طبعا ما تنسوش انه سليب توك دي هجمه بتساعدنا ان احنا نستخدم اي هجمات وقت ما يبقى البوكيمون تحت تاثير النوم، فدي هتبقى حاجه كويسه لو ايفي فعلا استخدمت حاجه زي يون، دي هتساعدنا قوي. بالنسبه لايرن ديفنس طبعا بتزود من الديفنس بتاعنا بدرجتين كل مره بنستخدمها، وبادي بريس هي المصدر بتاع الدامج بتاعنا الاساسي، وعلشان كده طبعا احنا همرن البوكيمون ده على الاتش بي اعلى حاجه والديفنس على اعلى حاجه بالامبش نيتشر. هنديله الابيليتي الميرور ارمر طبعا علشان لو ايفي حبت تعمل علينا حاجه زي فيك تيرز او الهجمات اللي هي بتاعه تيكل او تشارم اللي هي بتوقع من الديفنس او الهجمات بتاعتنا دي يعني هتترد على الايفي مره تانية. الحاجه التانية برضو حبيت اتكلم عنها بسرعه بالنسبه للبوكيمون ده واي حاجه هنتكلم عنها تانية النهارده، احنا مش جايبين اي حاجه زي سكريتش او اي حاجه بتوقع من الديفنس بتاع الايفي اللي قدامنا، لانه احنا كنا شفنا وقت البيكاتشو زمان بمجرد ما بتبدا المباراه البيكاتشو او الايفي يعني ان شاء الله هترفع من الدروع بتاعتها، وده معناه ان احنا مش هنقدر نستخدم ضدها اي من الستاتس موفز بتاعتها. بالنسبه لتاني بوكيمون معانا طبعا هيبقى انايليب، رجعنا له اخيرا بعد يعني طول غياب، هنديله ايتم المترونوم وهنديله التيرا تايب الفايتنج. بالنسبه للهجمات هتبقى كلوز كومبات، درين بانش، بالك اب، وسليب توك. طبعا بالك اب هتزود من الدفاعات والاتاك بتاعنا كمان علشان نقدر نعمل اقصى دامج بدرين بانش وكلوز كومبات. وبالنسبه طبعا لمترونوم زي ما انتم عارفين كنا استخدمناها قبل كده زمان في انها كل مره بنستخدم مثلا درين بانش في ادوار متتاليه كل ما قوتها هتزيد. بالنسبه للكلوز كومبات يعني هي بس كده ايه حاجه احتياطيه لو حبينا نعمل دامج جامد في اخر المباراه، وسليب توك زي ما اتكلمنا عنها على كورفينايت. بالنسبه للابيليتي هنخلي عليه ديفاينت طبعا علشان برضو لو ايفي حبت تعمل علينا حاجه زي من الشارم او كده
بدل ما نوقع من الاتاك بتاعنا هنزوده بدرجتين، وطبعا هنمرن الانايليب ده على الاتش بي والاتاك اعلى حاجه بالادامنت نيتشر. واخر بوكيمون هتكلم عنه هيبقى زابتوس الجالاريان فورم كمان بالشلبل، وهنخلي عليه برضو التيرا تايب الفايتنج، هنخلي عليه الهجمات ثاندرس كيك بالك اب لايت سكرين ونوك اوف. لايت سكرين هتساعدنا طبعا ضد الهجمات السبيشال بتاعه ايفي، بالك اب هتزود من الاتاك والديفنس بتاعنا. ثاندرس كيك بقى ميزتها الممتازه جدا، انا شايف انه زابتوس ان شاء الله يكون احسن بوكيمون، انه من خلال الشيلدز او الدروع بتاعه ايفي احنا ممكن نوقع الديفنس بتاعها، لانه ثاندرس كيك عندها فرصه 100% انها توقع من الديفنس بتاع البوكيمون اللي بتتنفذ عليه الهجمه دي. بالنسبه للنوك اوف بقى هي حاجه غريبه شويه انكم شايفينها، بس اعتقد وقت البيكاتشو ايفنت كان عليه برضو الايتم اللي هي الايفيو لايت، اللي هي بتخلي الدفاعات بتاعت البوكيمون ده 50% اقوى. بمجرد ما نحن نستخدم نوك اوف في بدايه المباراه هنوقع الايتم دي من على الايفي، ونقدر نستخدم الهجمات بتاعتنا انها تعمل دامج اعلى اكتر بكتير. بالنسبه للابيليتي على الزابتوس مفيش كده كده غير الديفاينت هي الاختيار الوحيد، وبالنسبه للستاتس هنبقى مرنينه بشكل معين شويه، فهوريكم دلوقتي ان انا معلي الاتش بي على اعلى حاجه، هندي له 24 ايفي في الاتاك، 184 في الديفنس، والباقي هنرميه في السبيشال ديفنس بالادامنت نيتشر علشان نقدر نعلي من قوه الزابدوس على قد ما نقدر طبعا، ويستحمل برضو في نفس الوقت الهجمات. كده كده ديفاينت هتزود من الهجمات بتاعتنا او قوه الهجمات بتاعتنا كل مره ايفي هتستخدم ضدنا حاجه بتوقع من الستاتس بتاعتنا، ده غير كمان ثاندرس كيك اللي احنا اتفقنا عليها كده كده هتوقع من دفاع الايفي. وبكده هنبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى أن انتوا تكونوا استمتعتوا بوسط الأخبار اللطيفة دي، وأتمنى أن انتوا تكونوا متحمسين جدا لأسبوع إيفي في كل ألعاب بوكيمون اللي اتكلمنا عنها النهاردة. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر حدث انتوا متحمسين ليه، وطبعا لحد ما نشوفكم في حلقة جديدة من الأخبار على قناة بوكيمونيان. أنا كنت بروفيسور ببعم، خلوا بالكم على نفسكم وسلام.